يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 هلا في حفلة أصحاب الكرم والمجد والأفعال هلا يا مرحبا ترحيبة من كل شدادي هلا يا مرحبا ترحيبة من كل شدادي هلا يا مرحبا ترحيبة هلا يا مرحبا ترحيبة من كل شدادي هلا يا مرحبا الو هبوب تحرك الاغصان لا يمكن تهز جبال وفعل عجير مثل اكبر جبل موجود ببلادي حلوة لعلك للبقى واللي نصيناهم قروم رجال لهم بيت ولهم فعل ولهم مصدر وميرادي حلو يقولون الرجال الوافية تضرب بها الأمثال ويا صنع خبرهم لور البصرة وبغدادي حلو على ما قال ابن عتقان في مدحه على ما قال وروس سليم عاشوا مجدهم برضه ما هو عادي خلوها لكن الله يغير يا دميحي بين حال وحال احد ميت بوسط الحرب واحد يموت في النادي حلو على بال
سوالف يا لعله ما يضيق البال. يا طيبك يا العلاوة ما نسيت الملح والزادي. حلو انا اسمع في البحر هزه وانا اسمع في الجبل زلزاله واظن الخير من دون البحر والشر من غادي. الله لا والله هات ما عندك بعدها فيه نص سوال. ليا جاوبتني جالك ليا جاوبت نهدي لك هدية يوم الأعيادي. ليا جاوبت نهدي لك هدية يوم الأعيادي. لا والله هات ما عندك بعدها عند الكسوة. ليا جاوبت نهدي لك هدية يوم الأعيادي. ليا هزك بحر جده نبى نعطيكم المعدل لكن اما الزلازل ما لكن وزلزال الجبل ما علمونا عنها الارصادي. حلو بدون مؤاخذة تقدر تراسلني على الجوال بلاش انك توضح للعرب وتصيح وتنادي. حلو بغينا نذبح الطيب وياخذ فرصته بطالة ويشعبها مع الديرة بلا يا خرج وشدادي. الله لكن المشكلة بين الجبال يقطع على رسالة ما فيهم راسلات إلا على التلفاز والرادي. ما فيهم راسلات إلا على التلفاز والرادي.
خلوها. طيب طيب لي راعى الطيب طيب وذاك ما ينسى ملو بريال يا باله حادي الحاله ويبغى للغنم حادي يا باله حادي الحاله ويبغى للغنم حادي حلوة. يا راس المال وين أغداك عبد الله يا راس المال ثياب البدو ليهم رقعه وثيابك جدادي حلو. توقعنا بني حارث تجهز جيش للدجال وذرهم جهزوا جيشين للشيعة والكرادي وذرهم جهزوا جيشين خلوها. بعد لا زال باقي عندنا خير وبعد لا زال نبى نصرف على اللي مستلفها كاش وقصادي خلوها. جيوش البدو جاتك بالبشوت وعسكرك ببدال وشيخ البدو شايب مارئ شيخ الحضر سرمادي حلوة. قبل لا تجهز الدلة ولدك يكسر الفنجال ولدك يكسر الفنجال وانت تتهم أولادي ولدك يكسر الفنجال
حلوة. يا عباد الوجيه اليوم ما ينفعك عم وخاله، تحول كالمصايب من علو الضلع إلى الوادي، تحول كالمصايب من علو الضلع إلى الوادي. يا عباد الوجيه ما ينفعك، تحول كالمصايب من علو الضلع إلى الوادي. يا عباد الوجيه ما ينفعك، تحول كالمصايب من علو الضلع. تضايق لانكسر فنجال وانتم تكسرون دلال، وش يزعلك لو كسرت فنجالي وبرادي. ماني بمدور النفعة من الحرمة ولا الرجال، لي الله ما حسبت حساب حباني وحسادي. ما مدور النفعة من الحرمة ولا الرجال، هذه خيبة شيء. ماني بمدور النفعة من الحرمة ولا الرجال، حلوة. تابا تضحك على الامه ولا حصلت لك مدخل، وحنا وش نسوي في جهلكم مخك الغادي. وحنا وش نسوي في جهلكم مخك الغادي. يا سلام الله عليكم عدد مبدا النجوم، من هواجس تحير فكر نقادها. سلام الله عليكم عدد مبدا النجوم. ثقل الكفي هاي ثقل. حلو. يا سفر لا تدخل القصر ما انته بمعزوم، يا ساتر انت عينك للعزيمه ولا الله رادها. هذي فيها مطبل الميل بلا كل عام نلتين كلهم يتقفون البراد شديد القصر منته بمعزوم. الله يا سفر اللي القصر منته بمعزوم. أحسن. مرحبا حييت في ديرة الربع القروم، مرحبا حييت في عزوة سادت وزادت وربي زادها. أنت يا إبراهيم مالك بهالدعوة.
اشتاب زهران في بلاد غير بلادها جايني بروايتين ما
الصف. عيني بروايتي ما حافظت اسنادها. انت يا شيخ صحيح وانا رجل كتوم. اسمع اسمع. والصحيح لو بغى الطيب ما فاده. والصحيح لو بغى الطيب ما فاده. اليتيمة يوم ربي رزقها اثنين توم. وش بالها ما توفر طعام أولادها. الله أعطاني من الخير ماني بمحروم. معي خطة محكمة من جميع أبعادها. والله أعطاني من الخير ماني بمحروم. والله أعطاني من الخير ماني بمحروم. والله أعطاني من الخير ماني بمحروم. يا طويل العمر ماني بخلاق معدوم. جعل بقعة تذبح السيدة وسيادها. 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 سعيد من أول بيتك واحد ترى غير ما حط له. يا غني الهرج من تبغني بالعزوم. تطلب العربان ما وتطلب زاده. تطلب العربان ما وتطلب زاده. تطلب يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا سلام. الله على اللي مجدهم فوق الثريا. كبينا اللحن كله. مجدهم فوق الثريا والخلايق يعرفونه. مجدهم فوق الثريا والخلايق يعرفونه. يا سلام الله على العرب قالوا تفضل يا سفر لكن عيا. ما قال اطفى البيت لين الزاد خلص من صحونه. ما قال
مرحبا حييت من باب التحالف والحمية حلفنا اللي قايم من بالعز ما هو بالمهونة أنت ما عندك خبر ما غير متهمني كذيا قبل كلمتك كيف حالك والسلامة والمعونة حلو أدري إنك تنتظر فرصة وعيت لا تهيا الله أعلم يا تخون العهد ولا ما تخونه من يا بالفيا ليا من لقى الفيا تفيا طالت غصون الشجر وانت تظلل في غصونه من هروج القفية القلوب انضاف والله لا يكثرها النمونة تشك لي هناك ولا تضحك لي هنيا كانت تبغى الحرب صبحنا بتسعين معانونا حلو ان رجعنا للضحى
حضرتك سيا أنت تضحك من الحسادة ولحيتك محسونة أنت تضحك من الحسادة ولحيتك محسونة وضعنا بالظلونة والمشيكة محسونة أنت تضحك من الحسادة ولحيتك محسونة وضعنا بالظلونة والمشيكة محسونة كلا بخيل كناها خيل المحيا والله اني ما وقفت بموقف ماني زبونه والله اني ما وقفت بموقف ماني زبونه من غادينا ماني كلا كفل عليا ورمم القصر القديم اللي طويلة تركونه تقصر الهقوى تدونه يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا لا لي يا لا لا مرحبا بك شاعر عنده علوم يهمنا نسمع علومه العدو يعرف خطاك وصاحبك يعرف صوابك مر هذه كلها ما هي مهمة للحكومة Hello.
ابشر بقاف سهمه فوق كان سهم سابك وانت تعرف سهم سابك صاحب يقضي لزومه ابشر بقاف سهمه فوق كشف ما احسب العدوان وانت صاحبي واحسب حسابك وان حصل من صاحبك غلطه بسيطه لا تلومه من عرف سهم سابك معرف الا سهم صابك وانت ضيف ولا نبي سهم لضيفان معزومه انت ضيف ولا نبي سهم ماني يمحاسبك جيب اللي تجيب الحظ جابك التكاليف محاسوبه والمواقيف محاسومه والله إنا نحترم كم المهابة ما نهابك روسنا ما هي هدف من دونها طيحة وقومة ليش يا عبد الله حضورك قريب من غيابك افصل الخدمة وريح والعضاوين مخدومة من هو اللي ينتظر هيبات من حضرة جنابك إن حضر وإن غاب ما ينشاف من هلا هدومه إن حضر وإن غاب ما ينشاف من هلا هدومه
حلوها. والله انك ما تبي ترتاح منا في شبابك ما يري لا شيء بت هنيت العضياني بنومه لو توفى ما يسعك من التراب لا ترابك لا بتدفن فن ماصو لا بتدفن في تنومه أنت عاطل والوظائف كل أبوها عند بابك موقفك مدعوم وأوراقك من العصر مختومة ما تموت إن كان راس الدابة الأسود ملتوى بك أندفن ولا أنت أندفن مسلم ومثلك تحته من القش كومه لو تجيني عند بابي ترجع بلي ثيابك بعد ما يمسحك سيف من وتبر عزومه كتابك مر عندك عذر حتى الشهر ما تقدر تصومه مر عندك عذر حتى الشهر ما تقدر تصومه والله إلا بالذهاب هذا الشهر مر عندك عذر حتى الشهر ما تقدر تصومه يا لا 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 يا لا 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 ودنا نختص في بعض الأمور يا شباب هرجت مستعجلة يا شباب
يا العلا وواجبك ما لا القصور قبل لا تكبر وتصبح مشكلة ليلنا ليلة سعادة وسرور ضيفنا بالمرحبا نستقبله وانت في قصر من كبار القصور اي تشرف يوم مثلك يدخله Yeah, goodbye.
متى كثرت غطرس والغرور الغرور ينقص من المرجلة قامت الدنيا على قرنين ثور وسند الأمر إلى غير أهله سفر سرا ويا فالصدور يا سفر سرا ويا فالصدور كل شخص له مقام ومنزلة عاشت الدنيا وأهلها في القبور وكل الله يا العتيبي وكله جيت بعطيكم من الأشوار شور واذركم خطرين مثل القنبلة عصيتوني عساكم بالدبور جعلها تختم بثومه وبصلاة تشير وتشاور نمور والسبع اللي يجيها تاكله طاعة الله واجب شعر وشعور ومعصية مخلوق ما هي معضلة البنادق تقابس والذيابات تعاوى العرب زعلتها والضبا جفلتها العرب
تدري ليش يوم انت خاوى وانت لن جيت في ديرة تطير بركتها دامالك راتب شهري ومصرف وماوى ابعد من البنادق لا تجي في جهتها ابعد من البنادق لا قبل ما امشي معك فالدرب اخذت الفتاوى شرعنا ما يرد الناس عن مصلحتها والسما مستقله وارض ربي تحتها والسما مستقله وارض ربي تحتها انت مدري والسما مستقله وارض ربي تحتها انت مدري الروح ما كم بيوت تقام وكم بيوت تهوى مري مدري عن سلمان وش مشكلتها يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما يجيب الأوايل غير راعيها نبغى القصايد بولا حن والصوت القصايد بولا حن والصوت لو ان فيه حلو تعبانه لو ان فيه حلو تعبانه نبغى القصايد ولا حلو الصوت
يا لا 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 ما يجيب لواي الغير راعيها فيه موال والحرث مع العتبان يا سليم احتموا يا سليم احموا والميقاف مع زهران احتمال القاف والميدان يا حميدان ما يجيب فيه موال والحرث مع العتبان يا سليم احموا والماقف مع زهران نبغى القصايد واللحن والصوت لو ان فيه حلو تعبانه شدادني يا للطيب والطالات دايما في دياركم تنجح الحفلات راحت الضيف في حفلاتكم بالذات ما يجيب الاواي الغير والظاهر اللعبة تجي كبوت لو دب لو هاجت خسرانا اسمع وش يقول الاخ اشتغل بالعصا لين الجمال تنخ وفر البندق البلجيك وعمل فخ ما يجيب الاواي يا ابراهيم تسمع وش يقول الاخ اشتغل بالعصا لين الجمال تنخ وفر البندق البلجيك واعمل فخ ما يجيب الاوايل اثر العلاوه ما يجيها الموت سبحان رب الملك سبحانه جينا لهم في الموعد المحدود
المواقف تشهد والرجال شهود ما يجيب الاوايل من طبعنا من العاب البيلوت نلعب براس ابليس واخوانه يا لا لا يا لا لا لي يا لا 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 ما يجيب الأوايل غير راعيها لا توصي على الزهراني يفخخك أنت أحسن جمل بيجيك وينخخك ولا حنا نجيب العطر ونبخخك ما يجيب الأوايل لا توصي على زهراني يفخخك لا توصي على الزهراني يفخخك أنت أحسن جمل بيجيك وينخخك ويحنا نجيب العطر ونبخخ ما يجيب الأوايل غير راعي صاحبك بينخخك بالنبوت ولا العصا للعرضة هو زانه ولا العصا للعرضة هو زانه يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 الما يجيب الأوايل غير راعية ذاب راهم مثل خوي مثل ابني شعره وجهه الطيب يناسبني عدني منتصر لو كان يغلبني ما يجيب الأوايل عنده شعر كأنه شعر بخوت والذوق في شعره وفلحانه كيف نفهم بعضنا والقلوب مرض من يغسل قلوب أصحابنا فالحظ ما يجيب الأوايل غير راعيها صدمة من الرفرف لي الكبوت صدمة وين صدمة
وتقول هذه ما لها خانة. وانت ساول ضربي وش اسوي له، ما نلوم العتيب يحسب الميله، ما يجيب الاوايل غير عندي شعر شاعر يا شوتك شوت، يوم ان احسك حس فنانه. الشيخ ابو ضاوي طويل الشبور، حياكم الله عدد مهل تمزانها، شيخ انكسب والنعم من ماضيات العصور، يوم ان بعض العرب تتعب على شانها، وابناه يمشون ممشى الحراره